كان المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده المؤسسة شهريا أعلن أن العدد الإجمالي للطلبات السكنية حتى الخامس من الشهر الجاري وصلت إلى 93,708. نعم، وأكد الناشي أن عدد المتقدمين للتخطيط لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية 12,912، مضيفا إلى أنها ستجري آخر قرعة لهذا المشروع في نهاية الشهر المقبل. في نهاية شهر إبريل من العام الجاري ستجرى آخر قرعة لقسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد، وعدد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة في مختلف المشاريع وصلت إلى 33,687 وحدة سكنية. أن المؤسسة الآن تقوم بتنفيذ 1,630 شقة. أما فيما يخص البيوت فالبيوت هو 509 بيت اللي ينفذون حاليا في مشروع شرق تيماء. عدد القسائم اللي موجودة بعدد إجمالي 31,548 قسيمة يتم تنفيذها حاليا. عقد الطرق الرئيسية لمدينة المطلع وصلت نسبة الإنجاز إلى 57%، أما العقد الثالث والرابع الخاص بالقسائم السكنية يسير وفق الجدول الزمني. أما بالنسبة لمدينة جابر الأحمد الذي يحتوي على 520 شقة سكنية، نسبة الإنجاز الفعلية وصلت إلى 78%. منطقة جنوب عبد الله المبارك اللي عدد القسائم فيها 3,260 قسيمة، نسبة الإنجاز الكلية التعاقدية 20.42، أما نسبة الإنجاز الفعلية فهي 28.74. ومشروع شرق تيماء اللي يضم 509 بيت، نسبة الإنجاز الكلية التعاقدية هي 5.55، أما نسبة الإنجاز الفعلية حتى نهاية فبراير الماضي فهي 14.13%. أما مدينة غرب عبد الله المبارك الذي يحتوي على 97 مبنى عام في إحدى عقودها، وهو العقد الثالث الذي يحتوي على 23 مبنى عام، وصلت نسبة الإنجاز إلى 36%، أي بنسب متقدمة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.